حياكم الله سادتي المشاهدين، وعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. معنا بهذه الحلقة الخاصة لبرنامج كربلاء محط رحال الحاج أبو محمد من البحرين، راح يشرفنا اليوم بحلقتنا لهذا البرنامج. ابقوا معي سادتي المشاهدين وهذه الحلقة. حياك الله مرة أخرى الحاج أبو محمد بمدينة كربلاء، وهذه الزيارة والطقوس اللي نمر بها اللي هي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأحسن الله لكم العزاء بهذه الذكرى الأليمة. السلام عليكم إن شاء الله، وعظم الله أجركم جميعا وللمؤمنين ولنا وللأسرة، والله إن شاء الله يعودنا على هذه الأماكن المقدسة، والله يجعلنا من شفاع أهل البيت محمد وآل بيت محمد. أحسن. أوصف لي زيارة الإمام الحسين بعد ما أتيت لزيارته. بعد؟ أوصف لي زيارة الإمام الحسين بعد ما جيت حضرتك لمحافظة كربلاء وأتمت هذه الأجواء، أجواء زيارة الإمام الحسين عليه السلام، خصوصا وإحنا نمر بذكرى استشهادة الأليمة. منذ إحساسنا الأول بالرغبة في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، شعرنا بالارتباط الحسيني للوصول إلى هذا المكان المقدس أولا، وبعد ذلك يعني عرضت موضوع الزيارة على الأسرة الذين رحبوا يعني بحرارة قلب، وعموما وبشكل عام بحضورنا لزيارة الإمام شعرنا بشعور لم يسبق له يعني من زياراتنا السابقة، بشعور يعني لا يوصف. وعلى كل حال احنا استمتعنا بزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، ونسأل الله أن يعودنا على هذه الزيارة الميمونة، ونسأل الله منا القبول والتوفيق إن شاء الله. نعم. الأثر النفسي اللي ترك الإمام الحسين عليه السلام بداخلك يا أبو محمد، أكيد ترك أثر نفسي وشجن بذكرى استشهادة الأليمة، شنو ترك بداخلك الإمام الحسين عليه السلام من أثر نفسي بعد ما زرت الإمام الحسين؟ طبعا لا شك الإمام الحسين سلام الله عليه هو كما يعبر عنه يعني عظيم الرزية، وأن مصيبته يعني دخلت أو تغلغلت داخل وجدان كل محب أو شيعي، ومن هذا القبيل يعني تأثرنا بأثر بالغ، وأحسسنا بأننا قريبين من الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا الأثر يعني أصر في قلوبنا يعني المكوث لفترة طويلة. بس يعني مع الأسف أن الزيارة قصيرة جدا، وارتباطنا الخارجي يحتم علينا يعني مقارنة هذا المكان، وقلبنا يبقى في هذا المكان. قضية الإمام الحسين وهذه القضية المعطاء من أجل الدين، دين الإسلام، شو اللي استلهمت من قضية الإمام الحسين؟ ما الدروس اللي تعلمتها من هذه المبادئ الدينية اللي وضعنا إياها الإمام الحسين عليه السلام؟ هذه الخطوات اللي خطاها الإمام الحسين عليه السلام لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، برأيك الخطوات اللي استحويتها من قضية الإمام الحسين عليه السلام شنو هي؟ يعني الإمام الحسين طبعا هي مدرسة، شخصية الإمام الحسين هي مدرسة يتعلم منه كل يعني كل طالب أو ناهل من العلم. يعني الحسين هو مدرسة للأخلاق الرفيعة، الإمام الحسين هي مدرسة للعطاء للفداء، الإمام الحسين هي يعني شخصية توحي بأنها يعني استوحت أو استحوذت على قلوب الكثير من محبي الشيعة، المحبين والشيعة، وعليه فإن المكوث أو النهل من مدرسة الإمام الحسين تبقى هي المدرسة العليا يعني الأولى، وتأتي الجامعات والمدارس طبعا كل هذه في المرتبة الثانية. نعم. أو الأخيرة. نعم. كثير من الدروس تعلمناها الإمام الحسين عليه السلام، من ضمن هذه الدروس اللي طبقتها بحياتك شنو هي الدروس؟ طبعا هي أول ما أثر، أول أثر تعلمنا من الإمام الحسين هو أن نعلم أنفسنا بالمضي على نهج الإمام الحسين، من بعده سنة على نهج الإمام الحسين بتعليم أولادنا وأحبابنا وأسرنا على النهج الصحيح والقويم الذي انتهى له الإمام الحسين صلى الله عليه من آبائي وأجداده
وبالتالي كانت البعثة الأولى والأخيرة من الله سبحانه وتعالى. وعلي أيضا إحنا نقتدي بالإمام الحسين لنأخذ العبر ونأخذ الحكم ونأخذ السيرة الصحيحة من هذه المدرسة القوية. نعم، مدرسة الإمام الحسين كبيرة وبها كثير من الدروس والعبر اللي نطبقها بحياتنا اليومية. هذه الدروس أيضا يوصلنا بها الإمام الحسين عليه السلام، هو الالتزام بالصلاة ومواقيتها والالتزام بها بصورة فعلية. قد لا يكون بعض من عندنا أنه يتهاون بأداء الصلاة بوقتها، لكن الإمام الحسين عليه السلام بالمعركة وبهذه الأجواء اللي كان بها هو واقف لأداء فرائض الواجب عليه هو الصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أبو محمد، خلينا وياك نروح لمشاهدة بعض من هذه الأجواء الخاصة بزيارة الإمام الحسين عليه السلام من ضريح المولى أبي عبد الله الحسين، ونرجع إن شاء الله. محمد، بعد ما شفنا هذه الأجواء من ضريح المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام وشفت الحشود المليونية للتوافد لأداء مناسك الزيارة، الإمام الحسين عليه السلام دروسه كثيرة ومبادئه كثيرة، لكن خلينا نذهب معاك للإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف والدروس اللي تركها بداخلك يا أبو محمد. الإمام الحجة سلام الله عليه هو طبعا الامتداد لأبائي وأجداده الطيبين الطاهرين، والإمام المهدي هو الدعامة للشيعة، يعني هو المنتهى لنيل العزة والكرامة، ذلك من انتهاج المؤمن والشيعي المدرسة الإمامية. وبالتالي فإن إمام الحجة يعتبر المنقذ الأول للبشرية من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن يعني نعلم أولادنا ونعلم أسرنا ونعلم مجتمعنا، ونعمل أيضا دروس خاصة وعامة في الجوامع والمآتم لتعليم أولادنا وأسرنا المنهج المهدوي، ونسأل الله من ذلك التوفيق. تأكيد من ضمن هذه الطقوس اللي عملتها للقاء الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، شنو جهزت من أعمال للقاء المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف؟ ندعو الله أولا التوفيق لذلك، ونحن يعني إذ نرى في مدرسة الإمام المهدي الإمام المنقذ لهذه الأمة المرحومة. شنو جهزت من أعمال بداخلك بحياتك، شنو جهزت من أعمال حتى تلاقي بيها الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ أولا علينا الانتظار والانتظار الفرج للإمام المهدي، هاي هذه من خير الأعمال. طبعا من ضمن الأعمال هو اللحاق بالإمام المهدي الالتزام الديني والخلقي والالتزام العقائدي أيضا، وطبعا الالتزام العقائدي هو طبعا هو الأساس بالنسبة حق المدرسة المهدوية. أوصف لي هذه الأجواء الخاصة بزيارة الإمام الحسين عليه السلام لكن ببلدك، يعني هذه الطقوس نفس ما موجودة هنا، هل بهذا الوقت تقيمون المآتم والأزيات وهذه التفاصيل والثواب والطبخ من أجل يعني الطعام بهذه الأيام؟ طبعا الطقوس الحسينية
لا تختلف كثيرا عن الطقوس الموجودة في العراق، وقد تكون هناك تشابه كبير، يعني سواء ذلك كان في مراسم العزاء من خلال إقامة الشعائر الدينية الحسينية في المآتم، الرجال والنساء على حد سواء، سواء كان عمل المحاضرات، سواء كان جلب الخطباء المشهورين طبعا والمعروفين بالعطاء. أيضا من ضمن الشعر إقامة المأدبات في حب الحسين، عمل أيضا مدارس خاصة كما أسلفت للأولاد وتعليمهم بقيمة الحسين ومكانة الحسين في قلوب الناس وفي المجتمع بشكل عام. نعم، هذه أول مرة تجي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ لا طبعا، هذه يعني لو عدت يعني عدد مرات الوصول لهذه المنطقة المشرفة قد تكون قد ضفت 20 أو حتى 25، يعني لأن ما عندي حساب كامل، فأنا جد زيارة الحسين عدة مرات أو مرات عديدة. نعم، بكل زيارة تجي نفس الشعور واللهفة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام نشوفها أكثر وأكثر. طبعا كل زيارة تزيدني لهفة للحسين سلام الله عليه، وهذه الزيارة أنا أعتقد أنها هذه الزيارة بالذات يعني قد تكون هي التي أوصلتني بإحساس شعور غريب، يعني منذ عزمت على الوصول لهذا المكان المقدس كانت لي في داخلي لهفة للقاء الإمام الحسين وزيارة ضريح. نعم، طلب طلبته من الإمام الحسين عليه السلام وتحقق؟ كل الطلبات اللي طلبتها من الإمام الحسين تحققت ولله الحمد. من هذه الطلبات؟ والله الطلبات لا تحصى، يعني حتى أن سيد المشاهد أيضا يحس بهذه المكانة اللي الله سبحانه وتعالى وضعها الإمام الحسين عليه السلام. شنو اللي طلبته من الإمام الحسين عليه السلام وتحقق؟ أنا طلبت من الإمام الحسين ومن ذرية الحسين أيضا، يعني طلب لنيل للذرية ورب العالمين بفضل الحسين والأئمة الطيبين الطاهرين ما قصروا ورزق بالذرية ولله الحمد لله. لكن هسه بهذه اللحظة إن شاء الله وقبل ختام حلقتنا لهذا اليوم، أطلب من عندك أنه تتوجه بطلب للإمام الحسين عليه السلام، أو أنت بداخلك طلب تحب توجهه للإمام الحسين عليه السلام، تفضل. أنا قبل أطلب طلب الحسين ودعاء. أنا أقول من الإمام الحسين أطلب وأقول بدعائي: اللهم ثبت لي قدم صدق عندك عمل الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجم دون الحسين عليهم السلام. أعتقد هذا الطلب هو الأفضل على الإطلاق. أحسنت، شكرا لك يا أبو محمد، وإن شاء الله الثبات على حب الإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله ترجع إلى بلدك محمل بحب الإمام الحسين عليه السلام وهذه القضية الحسينية والثبات عليها إن شاء الله، ويكونون من ضمن الذين نسجل أسماءهم بضريح المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. شكرا لك وشكرا لتواجدك يا أبو محمد. عفوا، إن شاء الله ذلك متبادل بيننا وبينك وبين المؤمنين إن شاء الله. شكرا. عفوا.